هذه المواد أهم شيء، ماكروز ميكروز، يعني المواد المغذية. المواد المغذية، اسمعني، المواد المغذية الكبيرة، مواد مغذية كبيرة ذات سعرات. هذه المواد المغذية الصغيرة، يعني ما فيها، لا تحتوي على سعرات، وهذا غير السعرات الحرارية لما تحسبه، وغير لازم يكون يعني انت ثقفت عمرك بهاللعبة. مثلا حساب السعرات الحرارية له أكثر من طريقة، وأسهل طريقة أنا بالنسبة لي أنك تجيب وزنك الهدف، يعني وزنك 90، تجيب وزنك الهدف اللي هو 80 وتضربه في 26، بيطلع لك السعرات الحرارية. هذا أسهل حسبة. في حسبة ثانية اللي هي تضرب وزنك في 24 ساعة ويطلع لك كم احتياجك، ما هي دقيقة. في حسبة ثالثة اللي هي تضرب وزنك في 2.2، الناتج اللي يطلع تاخذه تضربه في 14 إذا كنت منت نشيط، تضربه في 15 إذا كنت تتمرن 5 أيام، تضربه في 16 إذا كنت تتمرن 7 أيام. هذه حسبة البروتين، شلون تضرب